انت لو يعني اكيد انت طبعا متابع اللي بيحدث على يمكن رئيس الاتحاد الاوروبي قال لك لا ليس لدينا مفر الا بعود اعاده النشاط بدون جمهور، وعلينا ان نتحمل القرار المر او مزبوط. الصعب، لكن لازم نرجع بدون جمهور. وحذر من ما فيش اي اتحاد بلدي ياخد قرار بالغاء بسبب لانه هيتحمل نتيجه قراره. يعني المساله كلام واضح. ده كلام مش بس تعال يلا بينا نلغي بسبب الدوري 4 5 6 يا عم احنا ما فيش نسيب، تعال تعال بوزع على المتصدر نعمل كرسي بقى، تعال نعمل بقى نعمل هيصه وخلاص واي فيلم وكده. لو تفتكر ان احنا في حلقه اللي قعدنا بينا فيها مع بعض من اسبوعين ثلاثه واتكلمنا مع النقطه دي وقلنا المفروض يبقى ايه هناك ورشه عمل داخل اتحاد الكوره صح لاعداد اكثر من سيناريو في حاله جده جديد وتم اتخاذ قرار مثلا بعوده النشاط اذا الامور يعني ان شاء الله مثلا يعني انت معاك شهر رمضان كله مش هيبقى في حاجه خلاص اكيد، لكن انت في خلال شهر رمضان ان شاء الله باذن الله تعالى يعني كراده ربنا ماشي يكون تدخل فيما يحدث وتتطور الامور ان شاء الله للافضل. ايه السيناريو اللي انت اعددته لعوده المسابقه؟ كل الكلام اللي طالع هيقول لك ايه لما عملنا زي تحقيق سالنا كل المدربين قال لك لا كل الانديه تحتاج على الاقل من 30 الى 40 يوم فتره اعداد. ما هو برضه الانديه يا استاذ محمود يعني طريقه لكلام حضرتك في الجزئيه دي تحديدا مش عارف انا حاسس ان كل نادي بيحسبها حسب اتجاهه الشخصي او المصلحه الشخصيه. ما انا بكلمك اهو قول انت على الاقل هيحتاجوا 15 او 3 اسابيع على الاقل زي ما انت شايف، انت عندك بايرن ميونخ النهارده نازل التمرين النهارده الاسبوع الثاني. مظبوط. خلاص؟ والدوري 9 مايو. ما انا بكلمك اهو وعامل شغل وعاملين احتياطات ويعني احتياطات يعني شغل عالي جدا. في الدوري الانجليزي اكيد بيفكروا يعني هيتجننوا عشان يرجعوا المسابقه الدنيا عامله عندهم يعني وليفربول وجماهيرها تتجنن من مساله انه ممكن يتلغي المسابقه ده بقى قرار رئيس الويفا يمكن حسم الامر شويه. انت هنا الطرح مش واضح لكن انا مش عاوز اقول ممكن يكون هم شغالين واحنا ما نعرفش ماشي، لكن هو ما فيش حاجه ما انا بكلمك اهو هو ما فيش حاجه يعني ايه ما طلعتش قلت ان انا بفكر في ثلاث سيناريوهات في اثنين في اربعه انا ممكن نعمل لو حصل لو رجع هيبقى كذا كذا هندي فتره كذا كذا يعني المفروض يبقى ايه عندك خطتك خطه واحد واثنين وثلاثه وتعلن يا وتعلن وتقول لو حصل كذا كذا هيبقى كذا لو حصل كذا كذا هيبقى كذا لو حصل يا جماعه عشان تبقوا واخدين بالكم قرار نهائي أسوأ كذا ما انا بكلم قرار نهائي ان لن يتم الغاء مسابقه الدوري وده اللي اتقال في اخر تصريح لكابتن محمد فضل يمكن اللي هو من 48 ساعه انه يعني ايه ما فيش حاجه اسمها الغاء المسابقه وانه الدوري محتاج 75 يوم عشان ينتهي في الفتره دي ونقدر نلم المساله. ده كلام هايل لكن طب ايه السيناريوهات اللي انت عدتها عشان يتم استئناف المسابقه؟ طب هتلعبها في كل الملاعب ولا تقتصرها على ملعبين او ثلاثه زي ما الناس الثانيه بتفكر برضه؟ ما هو الطرف الثاني بره بيحط لك برضه للناس بيحاول يخرج الناس من ايه ينتشل اللعيبه والانديه من حاله الاحباط النفسي. مظبوط. لانه كمان في تقرير اتعمل امبارح بيقول لك هو مش الخطوره من الفيروس بس، الخطوره من الضغوط النفسيه والعصبيه والقلق على اللعيبه لما يرجعوا ويرجعوا مع بعض ويحتكوا ببعض. هيبقى في حاله خوف على فكره. قال لك ده محتاج اعداد نفسي ومحتاج ان الكل يبقى مستعد ومحتاج ان كله يبقى واخد كل الاجراءات اللازمه حقيقي. وهتبقى على فكره هتبقى عوده مثيره مليئه بالمواقف بالقصص. مليئه بالقصص وهتبقى فيها حكايات يعني ايه جانبيه واطراف وبين اللعيبه ومش عارف مين ومنع اللعيبه من كذا وازاي ما يعني عاوز اقول لك ايه مساله مش سهله، مساله يعني ايه انك تكسر الحاجز لو ترجع في التعامل مع جو جديد. اعتقد انه هيبقى فيه قرارات مهمة جدا، هتبقى في حاجات بره هم هيطبقوها نحاول احنا نشوفها ونتعلم منها. اتمنى ان اتحاد الكورة واللجنة الحالية انها تضع السيناريوهات وتدرس الامر بصورة جيدة وتخرج على الاقل على الاسبوع المقبل تقول نحن عندنا سيناريو واحد واثنين وثلاثة في حالة الحصول يعني ترتيب الاحداث بالصورة المطلوبة. طيب الاخبار الواردة او الانباء اللي بتتكلم في فكرة الاجتماعات اللي تمت في الاتحاد او لان ما فيش حاجة رسمية طلعت بشكل مباشر او واضح، ممكن نلعب البطولة الدوري في القاهرة وفي اسكندرية. في ملاعب عندنا في القاهرة كتير، استاد القاهرة، الكلية الحربية، الدفاع الجوي، بتروسبورت، المقاولين العرب، في اسكندريه عندنا برج العرب، استاد اسكندريه، في كذا ملعب في القاهره واسكندريه بحيث ان ما بيكونش فيه تنقلات او تحركات كثيره.
حتى يعني معظم الانديه كلها او معظمها يعني لعيبتها قاعده في القاهره، والانديه كلها او معظمها في الاريا او في المنطقه الجغرافيه كده فيما عدا مثلا اسوان وجونه مثلا. ما انت ده ممكن فعلا يبقى وارد. ما هو ده بص، انت عندك يعني القاهره دريا السويس والسويس خلاص، عندك ثلاثه دول ممكن يبقوا هما، تجهز نفسك تعمل كل الاجراءات، تجيب البوابات اللي بتعمل تعقيم مظبوط، تجيب الحاجات اللي هي بتجهز وتحافظ، تجيب تدي النصايح للعيبه بكذا كذا بالكلام اللي هيتقال، بالاحتكاك بتاع يعني كل التصرفات الشخصيه والسلوكيات المفروض تتغير في الكلام. يعني عاوز اقول لك ايه، كل ما يثير القلق والتوتر علينا احنا نتراجع عنه ونغير سلوكياتنا ونلتزم ونتعامل وبتاع ماشي. فاعتقد انه تقدر لو تاخد القرار يعني تقدر تعملها، لان احنا عندنا تجارب. احنا شوف احنا معانا كام سنه بنلعب دوري بدون جمهور، ده دي اسهل قضيه بالنسبه لنا، اسهل قضيه بالنسبه لنا يعني اكبر قضيه خلاص، خلاص الموضوع بلوقتي. يعني ايه الموضوع بيبقى يعني ممتلئ من موضوع قاتل وصعب جدا، لكن انت تقدر تعمله انك انت تختار الثلاث ملاعب دول اذا صدر قرار بانه عوده النشاط من الفيفا ومن الاتحاد الافريقي ومن الكلام ده، تبقى عوده منظومه لانه الكل منتظر خاصه